اخذ اخوي فيصل. صباحك الله بالخير. صباحك الله بالخير بسعود. حياك الله يا اخوي. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. وسعود اللي قاعد يصير بالغادسية مع احترامي للجميع اللي جامل واللي لطف الكلمات واللي جملها انا بقولها بصريح العباره. هذا اللي قاعد تصير مهازل بالنادي. من متى نادي الغادسية جماهيره تقول يلا السلام نبي التعادل ولا ما نخسر باكثر من جول ولا جولين؟ من متى نادي الغادسية جماهيره تقول 1-0 نعمه فزنا بشق انفس؟ من متى كذي نادي الغادسية؟ والله العظيم اللي قاعد يسوونه عيب. مجلس اداره اسف على يمكن كلمه قاسيه ما قاعد يحشمون الجماهير ويعني قاعد يتمادون من سنين بس الناس تخاف تقولها. اللي يوصل مرحله يقول رايه ويقول الصج عنهم يكون ضدهم يشطبونه حتى من الجمعيه العموميه. يا ابو سعود هذا ابو سالم الله يطول بعمره كاهو حي يرزق كاهو يمك وسئله من ايام قناه غتساوي ايام الله يرحمه فيصل عيسى يوم سواها كان يقعد بالمدرج عنده فقره ابو سالم كان يتحسر من ذيش السنين ترى قريب العشر سنين ها وهو خايف على نادي الغادسيه انه يصير فيه دروب. هذه اداره عبالها النادي ملكها. ابو سالم قول الحد يا ابو سالم احنا قمنا بس ما يشطبون احد ما يشطبوا احد عشان قال لا 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 سلامتك انا لا 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 مو صحيح مو صحيح مو صحيح انا شاطبيني لا لا اقسم بالله العظيم شاطبينك انت رحت سجلت انت رحت سجلت شاطبيني مشطوب نهائي ادري ليش ما رحت سجلت انا باتصال ادري ليش ما رحت سجلت ليش ما رحت سجلت ليش ما رحت جددت مشطوب انا ممنوع مع اني كنت لاعب سابق بالنادي ادري ليش ما رحت جددت ليش ما رحت سبب الشطب كان كانت كلمه حق قايلها وين عندك بملعب الوطن ايام ملعب الوطن. ما يصير اللي قاعد يسوونه يا ابو سعود يا انت معاي يا بانيك احنا جماهير ونحب النادي يمكن نجاب اكثر من عيالنا وبيتنا نحبه ما يصير في اللي في يسوونه في مجموعه كبيره ضد مجلس اداره ما انشطبت يا فيصل مو صحيح الكلام يا ابو سعود لا لا ما يصير ما يصير لا ما يصير ما يصير تقول كلام بدون دليل ما يصير والله العظيم عندي الدليل دليل والله شنو؟ العظيم عندي شنو؟ دليل اقول لك اقسم بالله انا مشطوب اسمي فيصل الصقر كاهو مشطوب عاد هذا حسب القانون واللوائح يا فيصل انت تروح تتكلم على مجلس اداره ولا تتكلم على النادي وانت لاعب ما يصير يا فيصل مو بس تتكلم يا ابو وانت عضو جمعيه هذه كل الانديه تسوي كذي يا فيصل كل الانديه تسوي كذي خل الحين تبي تطلع لك ملفات كل الانديه اي عضو جمعيه عموميه يروح يتكلم يتهم مجلس اداره ولا يطعن في مجلس اداره يشطب من جمعيه ما طعنا يا ابو سعود عاد ما طعنت ولا ما طعنت هذا الامر بينك وبين مجلس الاداره لكن لا تقولها على الكل يا محمد يا فيصل لا تقولها على الكل احنا يا حبيبي يا ابو سعود احنا بكل العاب كل العاب الحين وين ويننا بالسله احنا ملوك السله خذوا الحين من الزعامه بالكويت اول امساك وخذوها بالكره احنا كنا زينين بالالعاب المائيه ويننا تسمع حسنا بكرة اليد ويننا بكرة الطائرة هذا كله معقولة من اللاعبين سوء اللاعبين مو إدارة ما يرضون أحد يتكلم عنهم يا أبو سعود لا ليش ما يرضون كل قاعد يطلع يتكلم شو ما يرضون 50 واحد قاعد يتصلوا يطلعوا يتكلم عن مجلس الإدارة هم يسمعون عاد ما يسمعون يسمعون هذا أمر بينك وبين مجلس الإدارة أنت عضو جمعية عمومية روح تفاهم معاهم لكن لا تقول ما يخلونهم ما يتكلمون كل البرنامج مفتوح انت ولا واحد مو راضي يتكلم على مجلس انا سكتت اي سكتت لا ما سكتت انت قاعد تسكت كل واحد قاعد يتكلم كل واحد قاعد يتكلم عن مجلس اداره ولا عمرهم مجلس اداره قالوا والله يا برنامج الديربي لا تدخلون اتصالات تعرف من اللي يقول لا تدخلون اتصالات ولا تدخلون تعرف من فيصل ما له داعي يقول عموما مشكور اتصالات ابو سعود خلي يسمعوننا يقدرون هذا امر اخر اسمع يعني شوف فيصل لا تخلط الاوراق فيصل لا تقول لي والله ما يخلون احد يتكلم وانت هني قاعد تطلع والله كل يوم تتكلم خمس دقائق تقول لي ما يخلون احد يطلع ما يصير يا فيصل هل دقوا عليك قالوا لك تطلع تتكلم دقوا عليك اقول لك يوم طلعت وياك ذيك يا فيصل يا فيصل يا فيصل يا فيصل وانا كنت اشتغل وياهم مركز اعلامي بالمجان يلا يعني بعد يلا كاني قاعد اقول لك اياها على الهواء اوكي اقول لك اكو واحد يعني يصير انا موظف الحين
في الاي تي في اطلع ببرنامج ثاني واطعن بالله بالقناه واطعن بالمدير القناه. لا ما يصير. انا مو كلام هذا. انت قاعد تدين نفسك. انا بديت رايي. انت قاعد تدين نفسك موظف موظف مركز اعلامي وتطلع بالاعلام تطق ناديك. ادي رايي ادي رايي ادي تبدي رايك. انت موظف عندهم شلون تبدي رايك؟ ابدي رايك عندهم. انا ماني موظف عندهم اشتغل مجان بس موظف مجان ولا بفلوس؟ عاد موظف عندهم النادي موظف عندهم شلون مسعود؟ شلون موظف مو موظف؟ انت تقول موظف مركز. والله العظيم اقول لك انا والله مجان ولا مو مجان؟ انت تقول انا موظف مو انا اللي اقول انت اللي تقول. ما قلت انا قلت لك انا قلت لك اشتغلت فتره معاهم ما قلت لك موظف. اي اوكي اشتغلت معاهم تطلع بالاعلام اشتغلت حبي للنادي. ما يصير عموما مشكور.